بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام. إذا الفقرة من على كتاب بيان لي ريكومبروند، سنستأنف مع هذا العنوان كما رأينا فيما سبق: جو جانو جانو سونسوان إي بيرو سوانيو. جانو سونسوان إي بيرو سوانيو. رأينا بداية جانو بيير سون دو فخير، إيلز أون لو ميم آج، مي جانو نا با دو سوان. إي بيرو إي سوانيو. Regardez les images. Pouvez-vous reconnaître Jean-Pierre? Pouvez-vous reconnaître Jean-Pierre? هل يمكنكم التعرف على Jean-Pierre? رأينا أيضا le premier dessin, la chambre. L'enfant dort, ses vêtements sont rangés sur une chaise. La couverture du lit est bien pliée. Sur la table de nuit, les livres sont rangés en ordre. C'est la chambre de qui? إذن هي غرفة من؟ Bien sûr, c'est la chambre. On a déjà vu que c'était la chambre de Pierrot. Et on a dit que Pierrot est soigné. Donc, on a dit que c'est la chambre de Pierrot. Nous prenons le deuxième paragraphe. Le deuxième dessin, c'est celui-là. Comme nous le voyons, regardez-le, regardez l'enfant, comment il est. Regardez bien son entourage. ثم فلننظر إلى محيطه طبعا. L'enfant sort de la salle de bain. Son visage est propre. Ses cheveux sont bien peignés. L'enfant sort de la salle de bain. إذا الطفل أنه يخرج من غرفة الحمام. طبعا هنا عندنا le verbe sortir conjugué au présent. إذا عندنا فعل sortir conjugué au présent. طبعا le verbe sortir هذا فعل خرج. La conjugaison du verbe sortir au présent, qu'est-ce qu'on va dire? إذا تصريف فعل sortir فعل خرج في البريزون في الحاضر ماذا سنقول؟ On va dire je sors, tu sors, il sort. كما عندنا هنا. إذا l'enfant sort. الطفل يخرج. إذا عندنا il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent, ils sortent. هم يخرجون. أو في المؤنث نقول نفس الشيء. elle sort. هنا يخرجنا. إذن طبعا هنا عندنا le verbe sortir. L'enfant sort de la salle de bain. Son visage est propre. إذن وجهه نظيف. إذن أكيد أنه استحمى وأنه غسل وجهه بشكل جيد. L'enfant sort de la salle de bain. Son visage est propre. إذن وجهه نظيف. Ses cheveux sont bien peignés. Ses cheveux, إذن شعره كما نقولون أشعاره. Ses cheveux sont bien peignés. شعره ممشوط بشكل جيد. إذن كما نلاحظ في الصورة. Regardons bien le dessin. إذن son visage est propre. Ses cheveux sont bien peignés. Il ne manque pas un bouton à sa veste. Il ne manque pas. أنه لا يفتقد. كما رأينا فيما سبق. Le verbe manquer. هذا فعل افتقد. إذن il ne manque pas. إذن هو لا يفتقد. طبعا عندنا le verbe manquer. Conjugué au présent. إذن il ne manque pas un bouton. إذن هو لا يفتقد زرا à sa veste. في قميصه. كما نرى مرة أخرى في الصورة. إذن القميص الذي يلبسه لا تنقصه زر من الأزرار. إذن هو لا ينقص زرا أسافيست كما نقول في معطفه. يعني أن المعطف ديالو ما تنقصه حتى شي زر. إذن حتى عقدة ما خاصة. لا كرافات إي بيان ميز. ثم ربطة العنق إي بيان ميز. أنها موضوعة بشكل جيد. طبعا هنا عندنا ميز. هاد لاكخافات نقول عنها بأنها ميز. طبعا في المذكر نقول مي. كما نقول هنا لو فيرب ميتر فعل وضع. طبعا الأفعال تتصرف مع إتر تتخلي هاد الفعل أنه يتأثر بالفاعل. الفاعل هنا عندنا لاكخافات. إذا نتكلم عن مؤنث. إذا هاد لاكخافات إبيان ميز أنها موضوعة بشكل جيد. موضوعة في مكانها على العنق. لاكخافات بيان ميز.
L'enfant a remonté ses chaussettes. L'enfant a remonté ses chaussettes. Regardez les chaussettes. Ils sont bien remontés. Ils sont bien remontés. هذه الجوارب أنها مرفوعة بشكل جيد على الساق. L'enfant a remonté ses chaussettes. إذا الطفل أنه رافع. طبعا هنا عندنا لو فيرب رومونتي. لو فيرب رومونتي يعني فعل رومونتي. فعل كما نقول رفع. ممكن نتكلم عن سعادة مرة أخرى كما ذكرنا فيما سبق، لأن لو فيرب مونتي هذا فعل سعادة. ثم نضيف لو أدغو كما نقول بأننا نصعد مرة ثانية أو نصعد شيئا مرة ثانية. إذا الحساب لوكسيليار اللي غيكون هنا طبعا ممكن أنه يعني أمورا أخرى مثل هذا، ومنها أنك تصعد الجوارب كما عندنا. لونفون أ غومونتي سي شوسيت، إذا الطفل أنه رفع كما نقول جواربه، جواربه على رجليه طبعا. سي تون فرونسي سي كي، إذا هذا الطفل هو، هو من؟ سي جينو أو بيا بيرو، سي بيرو، إنه بيرو، لأننا كما قلنا إي بيرو إي سوانيو، بينما قلنا عن جينو، مي جينو نا با دو سوان. جينو ليس بطفل معتني. concernant le troisième dessin les livres de classe. إذا نأخذ الرسم الثالث كما عندنا هنا. طبعا هذا الرسم الثاني، هذا الرسم الثالث. on va voir comment ils sont ces livres. إذا سنرى كيف هي كتبه طبعا. les livres de classe، إذا نتكلم عن كتب القسم. l'enfant est en classe، ses livres ne sont pas couverts. La couverture du livre bleu est déchirée. Le beau livre de lecture est sale. L'enfant a écrit sur les pages et a fait des tâches. L'enfant a écrit sur les pages et a fait des tâches. Et a fait des tâches. C'est en français. Eden, l'enfant est en classe. Adapté à l'alphabet. Ses livres ne sont pas couverts. Kutubao ne sont pas couverts. Ne laissez pas. طبعا هنا عندنا لو فيرب كوفغيغ، كوفغيغ أنك تغلف، ولكن هنا تنتكلمو على هاد الكتب نو سون با كوفغ، أنها ليست مغلفة. كان ممكن أننا نقول أنها مغلفة. إذا تنتكلمو على هاد الكتب ماشي هي اللي تتغلف، بل هي المغلفة. هنا تنتكلمو على صيغة مبنية للمجهول، كما نقول بأن الصيغة هنا مبنية للمجهول. إذا نتكلم هنا على لو فيرب باسيف طبعا. إذا سي ليفغ نو سون با كوفيغ، إذا كتبه أنها ليست مغلفة. هاد الفعل فاش مصرف هنا؟ عندنا هنا لو فيرب كوفيغ بيان سيغ كونجيغي أو بخيزون. مادام أننا تنتحدو على لا فوا باسيف ماشي لا فوا أكتيف، ماشي المبني للمعلوم، إذا طبعا غنمشيو نشوفو الزمان ديال هاد لوكسيليغ. كما تنشوفو هنا عندنا إتخ هو اللي في لو بخيزون، هو اللي في لو بخيزون، وبالتالي غنتكلمو على لو فيرب كوفيغ هو اللي في البريزون، ولكن ا لا فوا باسيف ماشي اكتيف. طبعا لا فوا اكتيف غيكون عندنا تصريف اخر في البريزون. طبعا ساقول في البريزون جو كوفر، تي كوفر، إل كوفر، إل كوفر، نو كوفرون، فو كوفري، إل كوفر، هم يغلفون. ولكن في لا فوا باسيف، في لا فوا باسيف طبعا سنقول على هاد الكتب بان نو سون با كوفر. عندما نتحدث عن لافوا اكتيف في الباسي كومبوزي مثلا لهذا الفعل، اذا سنقول جي كوفير، جي كوفير، انا غلفته، تو يا كوفير، إلى كوفير، نو زافون كوفير، فو زافي كوفير، إيلزون كوفير، إيلزون كوفير، اذا هم غلفوا. ولكن هنا شنو عندنا؟ عندنا إيلسون كوفير، هم مغلفون. كما نقول هم يغلفون الان، باش نعرفوا الزمن ديال هذه الصيغه المبنيه المجهول، طبعا سننظر الى هذاك لوكسيليغ ان صح التعبير فاش مصرف. عندنا هنا اتخ، لوكسيليغ اتخ ان صح التعبير انه مصرف في لو بريزون، وبالتالي هنا عندنا صيغه مبنيه للمجهول. اذا عندنا هذا الفعل هو اللي مصرف في البريزون في الحقيقه. سي ليفر نو سون با كوفير، اذا كتبه ليست مغلفه. لا كوفيرتور دي ليفر بلو اي ديشيري، لا كوفيرتور دي ليفر بلو اي ديشيري، اذا غلاف الكتاب الازرق اي ديشيري. اذا لاحظوا هنا لا كوفيرتور دي ليفر بلو اي ديشيري، اذا نتكلم عن غلاف الكتاب الازرق
أنها ممزق، أنها ممزق إضافة إلى الكتب الأخرى أو الدفاتر التي كتب عليها ملطخة أخرى وجعل أخرى ملطخة. L'enfant est en classe. Ses livres ne sont pas couverts. La couverture du livre bleu, la couverture du livre bleu est déchirée. Le beau livre de lecture est sale. Le beau livre de lecture est sale. ثم الكتاب الجميل الخاص بالقراءة، الخاص بالقراءة est sale. أنه متسخ. Le beau livre de lecture est sale. إذا الكتاب الجميل للقراءة est sale. أنه متسخ. نقول عن شيء بأنه صال يعني أنه متسخ. طبعا عكس propre، عكس كلمة propre كما رأينا قبل قليل، رأينا son visage est propre. إذا كان ممكن نقول son visage est sale، إذا وجهه متسخ. إذا كلمة صال هي عكس، هي عكس كلمة propre. إذا le beau livre de lecture est sale. ثم l'enfant a écrit sur les pages et a fait des tâches. L'enfant a écrit sur les pages. إذا الطفل أنه كتب، طبعا هنا عندنا a écrit، طبعا عندنا هنا عندنا لو فيرب écrire conjugué au passé composé كما تلاحظوا، هنا عندنا لو participe passé الخاص بفعل écrire مسبوق ب l'auxiliaire avoir. On a le participe passé du verbe écrire précédé de l'auxiliaire avoir. L'enfant a écrit sur les pages. إذا الطفل أنه كتب على الصفحات. et a fait des tâches. ثم أنه فعل، ثم أنه فعل des tâches. نتكلم على بقع، البقع السوداء، بقع أوساخ إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن des tâches. L'enfant a écrit sur les pages et a fait des tâches. ثم أنه قام بأوساخ، ثم أنه فعل des tâches بقعا. Cet enfant sait. Cet enfant sait. هذا الطفل هو طبعا أكيد غيكون هو جينو، ما جينو لا با دو سوا، ولكن جينو ليس له عناية. إذا جينو هو صاحب هذه الصورة. طبعا كونسيغنو لو كاتخيام ديسان كما يخص الرسم الرابع لي جوي، عندنا الألعاب غوغاردي لي فوالا سو سون دي جوي كوم لو فويون سو سون دي جوي. إذا عندنا ألعاب. إذا بوغ لا فيت دو نويل لي دو فخيغ ont reçu des cadeaux. Sais-tu ce que maman a vu? Pour la fête de Noël, les deux frères ont reçu des cadeaux. Sais-tu ce que maman a vu? En entrant dans une chambre, quelques jours après la fête, un soldat n'a plus de tête, un autre a le bras cassé, celui-là n'a plus qu'une jambe et ne peut rester debout. Il manque une roue au train et le ballon est déjà crevé. À qui appartiennent tous ces jouets? Pour la fête de Noël, que meilleur chose. احتفال النوال الذي ذكرنا. لي دو فخيغ اون غوسي دي كادو، لي دو فخيغ اون غوسي دي كادو بور لا فيت دو نوال. فيما يخص عيد رأس السنة، لي دو فخيغ اون غوسي دي كادو، الأخوين، الأخوين الاثنين اون غوسي دي كادو، أنهم تلقوا هدايا. تحدثنا على لو فيرب سوفوار، هذا فعل تلقى. غوسوفوار أنك تستقبل، أنك تتلقى أشياء. Les deux frères ont reçu. طبعا هنا عندنا لو فيرب ريسيفوار مصرف في لو باسي كومبوزي. إذا الطفلين الأخوين أنهما تلقيا، أنهما استقبلا كما نقول، المقصود أنهما تلقيا دي كادو، أنهم تلقوا هدايا. سي تي سو كو مامو افي، سي تي، هل أنت تعرف سو كو مامو افي؟ ماذا الأم أو ماذا أمهما رأت؟ طبعا هنا عندنا لو فيرب سافوار. لو فيرب سافوار هذا فعل عرفة. سي تي هل أنت تعرف؟ سو كو مامو افي ماذا الأم شاهدت؟ طبعا هنا عندنا لو فيرب فوار مصرف في لو باسي كومبوزي. إذا هنا عندنا لو بارتيسيب باسي دو فيرب فوار بريسيدي دو لوكسيليير افوار. ألوغ لا أون لو باسي كومبوزي دو فيرب فوار. إذا هل تعرف ماذا الأم رأت؟ أون أونترون دون زين شومبر بالدخول في غرفة. واش عرفتوا شنو شافت الأم ديالهم ملي دخلت لواحد الغرفة؟ اون اونترون دون زين شومبر كيلكو جور ابخي لا فيت. هي دخلت الغرفة كيلكو جور ابخي لا فيت، بضعة أيام بعد الاحتفال. بضعة أيام بعد الاحتفال، بضعة أيام بعد الاحتفال المقصود بها بضعة أيام بعد أن تلقى الأخوان الهدايا.
اذا ملي جات ديك الحفله اعطوهم هاد الهدايا. اذا بضعه ايام فقط بعد الاحتفال، المقصود بضعه ايام فقط بعد ان تلقوا الهدايا. اذا هي دخلت الغرفه اشنو شافت؟ اون مونطخون دون اون شومبر كلكو جوغ ابخي لا فيت ان سولدا نا بلو دو تيت. اذا هناك ان سولدا نا بلو دو تيت، اذا كما تلاحظوا ان سولدا نا بلو دو تيت، اذا هناك جندي. طبعا كما تلاحظوا عندنا جنود، هنا جندي نا بلو دو تيت، لم يبقى عنده راس كما عند هاد الجنديين. هاد اللعبه اللي تتمثل جندي. اذا ان سولدا نا بلو دو تيت، ان اوتر ا لو برا كاسي، ثم هناك الاخر ذراعه مكسره. ان اوتر ا لو برا كاسي سولوي لا نا بلو كون جومب، سولوي لا وهذا نا بلو كون جومب. اذا لم يعد عنده الا ساق واحد، لم تعد عنده الا ساق واحد، الساق الاخرى حذفت. اي نو بو با ريستي دوبو، ولا يستطيع البقاء واقفا، ولا يمكنه البقاء واقفا. اذا هذا الجندي، هذه اللعبه التي تمثل جندي، طبعا عندما ضاعت ساقها اذا هي لا تستطيع البقاء واقفه. المونك يلغو اوتخا، ثم ينقص، ثم تنقص عجله اوتخا للقطار. لو بالون اي ديجا كروفي، ثم ان الكره اي ديجا كروفي. طبعا لو تخان لو مونك يلغو، ثم القطار انه تنقص عجله، ثم اي لو بالون اي ديجا كروفي. كما تلاحظوا بان الكره كما نقول انها توقبت كروفي، اذا كروفي. اذا il manque une roue au train، تنقص عجله للقطار. et le ballon est déjà crevé، et le ballon est déjà crevé، ثم ان الكره او البالون est déjà crevé، كما نقول اصبحت في حفره. à qui appartiennent tous ces jouets، لمن تعود كل هذه الالعاب؟ à qui appartiennent tous ces jouets، لمن تعود كل هذه الالعاب؟ طبعا ستعود لمن؟ les jeunes. اذا ce sont des jouets qui appartiennent à Geno، ce sont les jouets de Geno. نستأنف مع الكلمات المتعلقة بهذا الموضوع في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.